نظم مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفر تخريج دورة الصحفيين الأفارقة 50، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية واتحاد الصحفيين الأفارقة. في إطار التعاون ما بين مصر ودول إفريقيا نحو مزيدا من تبادل الخبرات الإعلامية، احتفل المركز الأعلى لتنظيم الإعلام بحفل ختام الدورة 50 المقدمة للصحفيين الأفارقة، والتي استمرت على مدار 3 أسابيع. هو توحيد الجهد الأفريقي من أجل أن يتحقق لأفريقيا العدالة، من أجل أن يتحقق لأفريقيا المزيد من الديمقراطية، المزيد من التنمية، القليل أو نقدر نكتس الفساد ونكتس البيروقراطية اللي هي بتعطل مصالح الشعوب. دي الدورة 50 للاتحاد الصحفيين الأفارقة. احنا بنهتم جدا بالتواصل معهم وان يكون في تبادل ثقافات بين الجهتين، وبيتم التدريب على احدث التقنيات والمهارات. شارك بالدورة 25 صحفيا من 24 دولة افريقية، وقد تلقوا خلال الدورة دراسة عن كافة التقنيات الصحفية المستخدمة بمصر. اجد مصر دولة رائعة لديها تاريخ عريق. استمتعت كثيرا بالدراسة على أرضها، ومن أفضل ما تعلمت هو كيف يمكن للصحفي أن يسهم في نشر التعليم. فنحن في حاجة شديدة لأن نتوحد تحت صوتا واحدا وهدفا واحدا، كوننا نعيش بقارة واحدة. الدورة كانت رائعة واستفدت منها كثيرا، وأنا أعتقد أن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على توحيد الصحفيين الأفارقة من خلال التدريب والتأهيل. فنحن تجمعنا من أماكن مختلفة على هذه الأرض وحصلنا على خبرة مختلفة أيضا. الشعب المصري شعب رائع ومرحب وكريم جدا، وهذه لن تكون المرة الأخيرة لي بمصر. سعدت كثيرا لمشاركتي بدورة الصحفيين الأفارقة واستفدت منها كثيرا، وحصلت على معلومات مهمة حول العمل الصحفي. ومصر دولة رائعة جدا، وبالتأكيد سأعود مرة أخرى إلى هنا، وعندما أرجع إلى بلادي سأنصح جميع زملائي وعائلتي بأن يزوروا مصر. شكرا لكم جزيلا. يأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الجهود المبذولة لدعم أواصل الترابط ما بين مصر ودول إفريقيا، كما تكوين صوتا إفريقيا واحدا يستطيع الدفاع عن حقوق القارة السمراء. ميرنا عادل، أونلاين.